أصدقائي صديقاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة على الهوا من برنامجكم ألو مين؟ أنا ياسمين. تعرفوا يا أصدقائي، أنا ببقى فرحانة قد إيه لما بنتعاون معاكم إننا نوصل المعلومة لكل أصدقائنا في كل مكان. تعالى تعالى يا عنتور ورايا، تعالى تعالى. أصدقائي صديقاتي، العين يا زبريد، أنا ده حشر. طب ثانية واحدة، ثانية واحدة. أصدقائي صديقاتي، زفيريت أنا ده حشر. قلت لك ثانية يا أخي، ثانية ثانية، أرحب بس بأصدقائي. أصدقائي صديقاتي، زفيريت أنا ده حشر. يا أخي ما قلت لك شوية، وحشتوني وحشتوني. السلام عليكم ورحمة الله يا أصدقائي، وحشتوني خالص مالس مالس. زفيريت نعم، أنا اتملست. أنت إيه؟ اتملست. يلا يا سفروت روح خلص عنتور. اخلص عنتور؟ مش برحب باصدقائي، اصدقائي وحشوني. طب يلا روح بسرعه. لا 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 لا، الاول الاول بس ايه، ارحب. ايوه ايوه نعم يا عنتور. ساعدني يا عنتور، لازم الاول في اول الحلقه ارحب باصدقائي وبعد كده نحل المشاكل الصغيره. انا زعلانه منك يا سفروت. ايه ده ايه ده، انا وجاني الحقوني. انا زعلانه منك يا سفروت. انقذوني يا ناس، انقذوني يا ناس، ارحموني يا سفروت، انا زعلانه منك. خلاص خلاص، عشان خاطرك انت بس يا ياسمين. بعد اذنك يا ياسمين، بعد اذنك بعد اذنك، اصل ده على طول كده جايب لي التعب. يلا يا سفروت. ايوه ايوه، خليك معايا خليك معايا، انا دلوقتي هنقذ عنتوره، خليكوا معايا. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا رجالة، هنا هنا يا رجالة، هنا هنا يا رجالة. شد يا سفروت، مش قادر. حاول يا سفروت، مش قادر، خلاص نفس هيتقطع. هوبا هوبا هوبا، يا رب هوبا. إليكم الحمد لله، إليكم أصدقائي سفروت البطل الهمام الذي انقذ عنتور من الهلاك. انا سفروت البطل الهمام. كده برد يا سفروت، تسيبني محشور الحشر المهببه دي. تعرف بقى يا سفروت ان انا زعلانه منك. ليه يا ياسمين؟ لانك تسيب عنتور محشور، لانك تسيب عنتور محشور. وايه علاقه؟ ايه بقى؟ انك سبت عنتور محشور. وايه علاقة صباعك بالموضوع يعني؟ ما هو كان محشور. صباعك؟ لا. امال مين؟ انت. ايوه سعيد، انا كنت محشور، انا نسيت الموضوع ده. بس هو كان شكله كوميدي قوي. تعرف بقى يا سفروت؟ نعم. ان انت غلطت غلطة كبيرة قوي. انا سفروت المسفرت، تقولي لي كده في وشي. ايوه يا سفروت، انت غلطت غلطة كبيرة قوي قوي قوي، تستاهل عليها الطرد. طرد؟ ايوه يا سفروت. لا انا هاخد انذار الاول بعد كده الطرد ده. سوري بقى يا ياسمين ان انت كده يا سفروت واقف اوف سايد. بقول لك ايه؟ ايه؟ هديك باك ورد ارجعك تاني محشور، انت حر بقى. لا 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 يا سفروت، ضربة حرة غير مباشرة. حاضر 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 يا كعبورة ولا عنتورة انت. بص بقى يا سفروت. نعم. احنا لازم نتعاون مع بعض علشان تنقذني. التعاون؟ ايوه التعاون، دي كلمة جميلة خالص يا ياسمين. ايوه التعاون، اننا نساعد بعض وننفع بعض. ايوه ايوه، انا كنت هتعاون معاه بس انا لقيت شكله حلو قوي ومضحك جدا وهو محشور، عنتور المحشور. تعرف يا سفروت ان التعاون صفة جميلة قوي من صفات المسلم. طبعا انا عارف ان التعاون صفة جميلة جدا من صفات المسلم. ولما انت عارف ان التعاون ده صفة جميلة قوي من صفات المسلم، ليه بقى سبتني وانا كنت محشور الحشرة دي؟ انا كنت سايبك، انا كنت بضحك عليك شوية بس. يبقى لازم النهاردة احنا واصدقائنا نتكلم عن التعاون. ايوه فعلا، احنا لازم يا ياسمين نتكلم عن التعاون. على فكرة، لكن يعني ايه تعاون؟ التعاون يعني احنا نساعد بعض وننفع بعض. وفي ربنا قال في كتابه العزيز ايه قرآنية يا ياسمين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول وتعاونوا على ايه؟ على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يا سلام، ما شاء الله عليك يا سلام. خدت بالك؟ انا بقى عايز اقول لكم على حاجه يا جماعه. بمناسبه التعاون ده، ايه بقى؟
انا ثانيه واحده. ايوه انت فهمت الايه القرانيه؟ ايوه ما انا هقول لك. انت؟ ايوه انا فهمت الموضوع كله. انت بتفهم؟ امال ايه؟ غريبة. بس يا سفروت قول لنا يا عنتور. بص إيه؟ بقى انا هقول لكم. اول امبارح كنت ماشي بتمشى في الطريق كده في الشارع. عمال اتمشى كده. ايوه طلعوا عليا ناس حراميه. ايوه وكانوا عايزين يضربوني ويسرقوا كل الفلوس اللي معايا. لكن انا ما سكتش بقى يا ياسمين. ايه؟ ما سكتش. ايه؟ رحت عامل بقى ايه؟ رحت طالع اجري. مش دي شجاعه برضه؟ طلعت اجري بقى وهربت منهم. فانا عايزك انت وسفيروت تتعاونوا معايا ونروح نقف لهم ونضربهم علقه. لا يا عنتور، التعاون اللي انت بتتكلم عليه ده التعاون في الشر. مش ياسمين قالت يا كعبور في الآية القرآنية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ بس يا سفيروت أنا خلاص فهمت الآية دي بقى. فهمتها؟ قول لنا بقى فهمت إيه بقى منها؟ أقول لكم بقى فهمت إيه؟ أنا فهمت إن إحنا لازم نتعاون في الخير. أيوه وما نتعاونش في أي حاجة وحشة. صح، برافو عليك، لازم نتعاون في الخير وما نتعاونش في اي حاجه وحشه. صح كده اهوت يا سيدي. وحديث الرسول بيقول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. مظبوط، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي جزء من حديث الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ ان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يلاقي واحد كده بيعين اخوانه وبيتعاون معاهم ربنا يكون في عونه. شوف بقى انت يا كعبور لما ربنا يكون في عونك مفيش حاجه تقف قدامك ابدا. ايوه صح يا سفيروت، صح مظبوط كل الكلام اللي انت بتقوله. ما تزعلش مني، انا اسف جدا يا كعبور ان انا سبتك محشور، بس يعني كنت بضحك عليك شويه. فهمت بقى يا عنتور الحديث اللي سفروت قاله دلوقتي؟ ايوه طبعا انا فاهم كل حاجه. طب ما تقول. اقول ايه؟ اللي سفروت لسه قاله دلوقتي الحديث. صلى الله عليه وسلم. ايوه ان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. تمام صح كده؟ كويس جدا الكلام اللي انت قلته دوت. نعم، ايدي في ايدك يا صاحبي نتعاون على فعل الخير. ايدي في ايدك يا صاحبي نتعاون على فعل الخير. وقف جنبي وقف جنبي. ها ايدي في ايدك يا صاحبي. أيوه. نتعاون على فعل الخير. وقف جنبك وتقف جنبي اي وقت يكون عسير. وقف جنبك وتقف جنبي حتى لو وقعت في بير. حتى لو وقعت في بير. اما الشر نبعد عنه ده التعاون فيه خطير. اما الشر نبعد عنه ده التعاون فيه خطير. اما الشر نبعد عنه ده التعاون فيه خطير. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.